السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، في الحصة الماضية شفنا طريقة التعويض لحل ندمة، اليوم غنشوف طريقة أخرى وهي ما يسمى بطريقة التألفة الخطية، لهذا الغرض لحل الندمة من خلال التألفة الخطية عندنا عدة خطوات. الخطوة الأولى نضرب طرفي المعادلتين في عدد للحصول على ندمة يكون فيها معاملي أحد المجهولين مثلا X متقابلين، ثم بعد ذلك نجمع المعادلتين المحصل عليهما طرف من طرف، ثم نحصل على معادلة بمجهول واحد هو Y. نحصل على هذه المعادلة، نحل هذه المعادلة لنحصل على قيمة Y، وبنفس الطريقة بالنسبة لY للحصول على قيمة X. مثلا نريد أن نتخلص من العدد X، الندمة تتكون من ناقص 5X زائد 2Y تساوي 11، و 3X ناقص 4Y تساوي ناقص 1. إذن لكي نتخلص من X نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر غير المنعدم لكل من 5 و 3. المضاعف المشترك الأصغر لكل من 5 و 3 غير المنعدم وهو 15. إذن سنضرب السطر الأول من المعادلة في العدد 3 ونضرب السطر الثاني من المعادلة في العدد 5. سنحصل إذن، سأقوم بعملية النشر ديال العدد 3 في جميع مكونات المعادلة الأولى، ونضرب أيضا جميع مكونات المعادلة الثانية في العدد 5. إذن على ما يلي: ناقص 15X زائد 6Y تساوي 33. ثم في المعادلة الثانية 5 في 3X كتعطينا 9X، 5 في ناقص 4Y كتعطينا ناقص 20Y تساوي ناقص 5. سنقوم إذن بعملية جمع كل من هنا، لدينا 15X، 5 في 3X هي 15X. سنقوم بعملية جمع كل من المعادلة الأولى والمعادلة الثانية محصل عليها. نلاحظ على أن ناقص 15X زائد 15X هما عددان متقابلان، كتبقى لنا إذن هي 6Y ناقص 20Y تساوي 33 ناقص 5. إذن صارت لدينا معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول وهو Y. إذن 6Y ناقص 20Y كتعطينا ناقص 14Y تساوي 33 ناقص 5 كتساوي 33 ناقص 5. إذن صارت لدينا معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول وهو Y. إذن 6Y ناقص 20Y كتعطينا ناقص 14Y تساوي 33 ناقص 5 كتعطينا العدد 28. وبالتالي المعادلة ناقص 14Y تساوي 28 تعني أن Y يساوي 28 على ناقص 14، يعني أن العدد Y يساوي ناقص 2. إذا حصلنا على قيمة العدد Y، نريد الحصول إذن عن قيمة العدد X، وذلك بإزالة Y من المعادلتين، يعني يجب ضرب المعادلة الأولى والمعادلة الثانية في واحد العدد لكي يصيرا عددان متقابلان. سنعيد كتابة المعادلة. الندمة اللي هي ناقص 5X زائد 2Y تساوي 11، ثم
3 إكس ناقص 4 إي التي تساوي ناقص 1. إذن للتخلص من العدد إي، إذن يجب البحث عن المضاعف المشترك الأصغر لكل من العدد 2 والعدد 4 والغير منعدم. نلاحظ على أن 4 هو مضاعف للعدد 2، إذن سنضرب المعادلة. كنلاحظ بأن زائد 4 إي ناقص 4 إي هما عددان متقابلان، إذن سأجمع المعادلة الأولى ونحصل عليها بعد ضرب جميع مكونات المعادلة الأولى في العدد 2 وجميع مكونات العدد المعادلة الثانية في العدد 1. سنقوم بعملية الجمع، نحصل إذن عن ما يلي. عندنا هذو عددان متقابلان 4 إي وناقص 4 إي عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر. كتبقى لنا إذن ناقص 10 إكس زائد 3 إكس تساوي 22 ناقص العدد 1. ناقص 10 إكس زائد 3 إكس هي ناقص 7 إكس، إذا لدينا معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول وهو إكس تساوي 21، يعني أن العدد X يساوي 21 على ناقص 7. إذن X يساوي 21 على ناقص 7، يعني أن X يساوي ناقص 3. حصلنا عن العدد ناقص 3 وهو قيمة العدد X، وبالتالي فإن الزوج ناقص 3 ناقص 2. نريد أن نقوم بعملية حل النظمة الثانية. النظمة الثانية هي كالآتي: 2x ناقص 3 إي تساوي ناقص 1 و 4x زائد 5 إي تساوي 2. نريد التخلص من العدد X لهذا الغرض. عندنا 2x 4x، إذا سنبحث عن المضاعف المشترك الأصغر لكل من 4 و 2 اللي هو 4. إذا سنضرب المعادلة الأولى في العدد 2 ونضرب المعادلة الثانية في العدد 1، ولكن إذا قمت بعملية نشر العدد 2 غادي نحصل على 4x وهنا على 4x، إذا ليس هما بعددان متقابلان. لهذا الغرض غادي نضرب هنايا يا إما نضرب 2 في ناقص 1 أو ندير هنا ناقص 1، إذا هنا درنا ناقص 2. سنقوم بعملية النشر، غنحصل على ما يلي: ناقص 2 في 2x كتعطينا ناقص 4x، ناقص 2 في ناقص 3y هي زائد 6y، ثم ناقص 2 في ناقص 1 تساوي 2. سنقوم بعملية نشر المعادلة الثانية: 1 في 4x هي 4x، 1 في زائد 5y هي 5y، واحد في 2 كتعطينا هي 2. تلاحظون على أن إذا جمعنا ناقص 4x مع 4x تعطينا عددان متقابلان. سنقوم بعملية الجمع، إذا 4x وناقص 4x هما عددان متقابلان. نحصل إذا على ما يلي: هي 6y زائد 5y تساوي 2 زائد 2. 6y زائد 5y هي 11y تساوي 4، يعني أن العدد y يساوي 4 على العدد 11. إذا حصلت على قيمة العدد y. بنفس الطريقة سأعيد مرة أخرى كتابة النظمة اللي هي 2x ناقص 3y تساوي ناقص 1 و 4x زائد 5y اللي كتساوي 2، ولكن هذه المرة نريد أن نضرب المعادلة الأولى في عدد والمعادلة الثانية في عدد بحيث أن يصير لدينا الأعداد y محصل على عددان متقابلان. لهذا الغرض المضاعف المشترك الأصغر لكل من 5 و 3 وهو العدد 15. إذا سنضرب المعادلة الأولى في العدد 5
والمعادلة الثانية في العدد 3. سأقوم إذن بعملية النشر. إذن 5 في جوج إكس كتعطينا 10 إكس، 5 في جوج إكس كتعطينا 10 إكس، 5 في ناقص 3 إغراج هي ناقص 15 إغراج تساوي 5 في ناقص 1 هي ناقص 5. ثم المعادلة الثانية سيتم ضربها في العدد، جميع مكونات المعادلة الثانية سيتم ضربها في العدد 3، نحصل على ما يلي: 3 في 4 إكس هي 12 إكس، 3 في زائد 5 إغراج هي زائد 15 إغراج تساوي 3 في 2 هي 6. سأقوم بعملية جمع المعادلتين معا، نحصل إذن على ما يلي: 10 إكس زائد 12 إكس، وكما تلاحظ بأن ناقص 15 إغراج مع زائد 15 إغراج هما عددان متقابلان، إذا مجموعهما يساوي صفر، وقد قلنا في الناحية الأخرى ناقص 5 زائد 6. إذا 10 إكس زائد 12 إكس هي 22 إكس تساوي 1، يعني أن العدد إكس يساوي 1 على 22. حصلت إذن على قيمة x وقيمة y. نريد أن نقوم بعملية مرة أخرى، حل النظمة الأخرى بطريقة التأليف الخطية. النظمة وهي 5x زائد 3y تساوي 7، 4x زائد y تساوي 1. نريد أن أضرب النظمة الأولى في عدد والنظمة الثانية في عدد بحيث أن نزيل أن نحصل على عددان متقابلان بالنسبة للأعداد x. لهذا الغرض نعلم بأن المضاعف المشترك الأصغر غير المنعدم لكل من 5 و 4 هو العدد 20. إذا سأضرب المعادلة الأولى في العدد 4 والمعادلة الثانية في العدد 5. إذا لا ضربنا 4 5 إكس غتعطينا 20 إكس، ولا ضربنا 5 4 إكس غتعطينا 20 إكس. إذا نحن مخيرون بين طريقتين، سنضرب يا إما نديرو ناقص 4 أو نخليو 4 ونديرو ناقص 5. إذا سأقوم بعملية نشر المعادلتين بالعدد ناقص 4 و 5، نحصل على ما يلي: ناقص 4 في 5 إكس هي ناقص 20 إكس، ناقص 4 في زائد 3 إغراج هي ناقص 12 إغراج، وناقص 4 في 7 هي ناقص 28. سأقوم بعملية نشر العدد 5 في المعادلة الثانية: 5 في 4 إكس هي 20 إكس، 5 في زائد إغراج هي 5 إغراج تساوي 5 في 1 هي 5. سأقوم بعملية جمع المعادلتين معا طرفا بطرف. إذا كنحصل هنا على عددان متقابلان اللي هما ناقص 20 إكس زائد 20 إكس، هما عددان متقابلان لأن مجموعهما يساوي صفر. كيبقى لنا إذا ناقص 12 إغراج زائد 5 إغراج تساوي إذا ناقص 28 زائد العدد 5. إذا ناقص 12 Y زائد 5 Y هي ناقص 7 Y تساوي ناقص 28 زائد 5 هي ناقص 23. وكما تلاحظون على أننا حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول وهو Y، بمعنى أن Y تساوي ناقص 23 على ناقص 7، ونحن نعلم بأن عدد سالب على عدد سالب كيعطينا عدد موجب، يعني أن العدد إدراك يساوي 23 على العدد 7. إذن هذه قيمة العدد إدراك. دائما نحن بصدد حل هذه النظمة باستعمال طريقة التآلفية التأليفة الخطية. إذا لدينا مرة أخرى 5 إكس زائد 3 إغراج تساوي 7،
وأربعة إكس زائد إغراك تساوي واحد. هذه المرة سنقوم بعملية إيجاد عددان متقابلان يحملان العدد إغراك. لهذا الغرض سنعلم بأن المضاعف المشترك الأصغر غير المنعدم لكل من ثلاثة وواحد هو ثلاثة. إذا سنضرب المعادلة الأولى في العدد واحد ونضرب المعادلة الثانية في العدد ثلاثة. إذا قمت بعملية النصر واحد في ثلاثة إغراك تعطيني ثلاثة إغراك، ثلاثة في إغراك تعطيني ثلاثة إغراك، إذا ليس هما بعددان متقابلان. إذا أنا مخير يا إما ندير هنا علامة ناقص ونخلي هنا ثلاثة، أو نعمل هنا علامة ناقص ونخلي ثم واحد وأقوم بعملية النشر. واحد في خمسة إكس كتعطينا خمسة إكس، ثلاثة إغراك هي ثلاثة إغراك، واحد في سبعة كتساوي سبعة، ناقص ثلاثة في أربعة إكس هي ناقص 12 إكس، ناقص ثلاثة في إغراك هي ناقص ثلاثة إغراك تساوي ناقص ثلاثة في واحد هي ناقص ثلاثة. سنقوم إذن بعملية جمع كل من المعادلة الأولى والمعادلة الثانية بعد قيامنا بعملية النشر. نحصل إذن عن مايل على أن زائد 3 إغراك وناقص 3 إغراك هما عددان متقابلان، إذن مجموعهما يساوي صفر. كيبقى لنا إذن هي 5 إكس ناقص 12 إكس تساوي 7 ناقص 3. 5 إكس ناقص 12 إكس هي ناقص 7 إكس تساوي إذن العدد 4، لأن 7 ناقص 3 وهي 4، يعني أن العدد x يساوي 3 على ناقص 7. x إذن تساوي ناقص 3 على 7. إذا لقينا قيمة العدد x، وبالتالي أو إذن الزوج ناقص 3 على 7 و 23 على 7 حل لهذه النظمة. مرة أخرى نريد أن نقوم بعملية حل هذه النظمة باستعمال طريقة التأليفة الخطية. النظمة هي كالآتي: جوج إكس ناقص إيكغاي تساوي 3 ناقص 6 إكس زائد 3 إيكغاي تساوي 3. سنقوم بعملية ضرب كل من المعادلة الأولى والمعادلة الثانية في عدد بحيث أن نزيل العدد x أو أن نحصل على عددان متقابلان. نحن نعلم بأن 6 و 2 6 مضاعف لعدد 2، إذا المضاعف المشترك الأصغر لكل من 6 و 2 وهو 3. إذا غادي نضرب هنا 3 وغنضرب هنايا في 1. سأقوم إذن بعملية النشر. ملي غنقوم بعملية النشر سأحصل على ما يلي: 3 في 2 إكس هي 6 إكس إكس، 3 في ناقص إغراك هي ناقص 3 إغراك، 3 في 3 هي 9. إذا حصلنا على 6 إكس ناقص 3 إغراك تساوي 9، ثم 1 في ناقص 6 إكس هي ناقص 6 إكس، واحد في زائد 3 إغراك هي زائد 3 إغراك تساوي 3. سنقوم إذن بعملية جمع ما حصل عليه. نلاحظ أنه صار لدينا في الطرف الأول حصلت على أن 6 إكس وناقص 6 إكس هما عددان متقابلان، إذن مجموعهما يساوي صفر. وأيضا ناقص 3 إغراك زائد 3 إغراك هما عددان متقابلان، يعني أن مجموعهما يساوي صفر. حصلت إلى الطرف الأول في صفر يساوي. الطرف الثاني 9 زائد 3 هي 12. نلاحظ بأن الكتابة صفر تساوي 12 كتابة خاطئة، وبالتالي فإن النظمة ليس لها حل. الكتابة صفر يساوي 12 خاطئة، إذن النظمة ليس
لها حل. غنمشي للمجموعة الثانية، عندنا 0.5 إكس زائد إيكغيك تساوي واحد، و إكس زائد جوج إيكغيك تساوي اثنان. إذن نعلم بأن المضاعف المشترك الأصغر للغير منعدم لكل من واحد 0.5 هو واحد. إذا غادي نضربو هذه جوج، وغنضرب هذه في ناقص واحد، نحصل إذن عمايل. سأقوم بعملية النشر، جوج في 0.5 إكس هي إكس، جوج في زائد إكغاك هي زائد جوج إكغاك تساوي جوج في واحد هي جوج. نمشي للمعادلة الثانية، ناقص واحد في إكس هي ناقص إكس، ناقص واحد في ناقص جوج إكغاك هي ناقص جوج إكغاك تساوي ناقص جوج. سأقوم بعملية جمع المعادلتين معا، نلاحظ أن إكس هو ناقص إكس، إذا جمعناهما فهما عددان متقابلان، وأيضا جوج إكغاك ناقص جوج إكغاك هما عددان متقابلان. إذا جمعنا الطرف الأول مع الطرف الأول من المعادلة الثانية فإننا نحصل على العدد صفر، وأيضا على أنه إذا جمعنا جوج وناقص جوج نحصل على صفر. إذا الكتابة صفر، الكتابة إذا النظمة، إذا النظمة لها ما لا نهاية، ما لا نهاية، ما لا نهاية من الحلول. إذا نستنتج اليوم على أن النظمة يمكن أن يكون لها حلا وحيدا أو ليس لها حل أو لها ما لا نهاية من الحلول. نريد أن نقوم بالحل المبياني لنظمة معادلتين، لهذا الغرض سنعتبر النظمة جوج إكس زائد إكغاك ناقص أربعة تساوي صفر، و إكس ناقص إكغاك زائد واحد يساوي صفر. سنعتبر على أن المعادلة الأولى هي معادلة المستقيم دي، الذي معادلته هي جوج إكس زائد إكغاك ناقص أربعة يساوي صفر. إذن سنحدد إحداثيتي كل من النقطة A والنقطة B اللتان تنتميان إلى المستقيم دي. لهذا الغرض إذا كان إكس يساوي صفر، إذا جوج في صفر زائد إكغاك ناقص أربعة يساوي صفر، يعني صفر ناقص أربعة هي ناقص أربعة، غنديو ناقص أربعة للطرف الآخر غتولي أربعة، يعني إكغاك يساوي أربعة، يعني أن النقطة أ إحداثيتها صفر أربعة. سنعوض إكس بالعدد ثلاثة، غتولي عندنا جوج زائد ثلاثة في ثلاثة هي ستة، ستة ناقص أربعة هي اثنان، غنديو الناحية الأخرى غتولي ناقص اثنان، يعني أن قيمة إكغاك هي ناقص اثنان. إذا النقطة ب إحداثيتها هي ثلاثة وناقص اثنان. ولهذا الغرض سنقوم بعملية تمثيل المستقيم دي في معلم متعامد ممنظم. النقطة أ إحداثيتها صفر أربعة، النقطة ب إحداثيتها هي ثلاثة ناقص اثنان، وبذلك تم إنشاء المستقيم دي، لأننا نعلم أنه من النقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد. سنقوم بعمليات، إذا سنعتبر على أن إكس ناقص إكغاك زائد واحد تساوي صفر هي معادلة للمستقيم دلتا. إذا لذلك سنحدد إحداثيتي كل من النقطة O والنقطة F. مثلا إذا كان X هو ناقص واحد، نعلم بأن ناقص واحد زائد واحد هي صفر، إذا قيمة العدد Y غتكون هي صفر. إذا النقطة O إحداثيتها ناقص واحد وصفر. النقطة F إذا أخذنا X تساوي أربعة، غتولي عندنا أربعة زائد واحد هي خمسة، غنديوها الناحية الأخرى غتولي هي ناقص خمسة، يعني أن ناقص إكغاك تساوي ناقص خمسة، يعني إكغاك تساوي خمسة، وبالتالي فإن إحداثية النقطة F هي أربعة خمسة. إذا لهذا الغرض سنمثل المستقيم دلتا باعتبار النقطة O إحداثيتها ناقص واحد صفر، والنقطة
F إحداثية وأربعة خمسة. إذا قد قمت بعملية إنشاء كل من مستقيم D والمستقيم دلتا. نلاحظ على أن كل من المستقيم D ودلتا يتقاطعان في نقطة سنسميها النقطة M. إذن فهما مستقيمان متقاطعان في النقطة M. إذن إحداثيات النقطة M هما واحد وجوج. إذن حل هذه النظمة مبيانيا هو الزوج واحد جوج. الحمد لله.